في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 1073 هجريا، أعلنت الدولة العثمانية الحرب على ألمانيا بعد 56 عاما من معاهدة سيتفاتروك التي أوقفت الحرب السابقة بين الجانبين. وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية. في هذا العهد عرف العثمانيون فترة من الضعف والعجز لم ينتشلهم منها إلا المصلح الكبير محمد كبرولي الذي تولى منصب الصدارة العظمى عام 1656 ميلادي في عهد السلطان محمد الرابع، فنهض بالدولة نهضة جديدة وطهرها من آفاتها الفتاكة، وهكذا اشتد ساعدها من جديد. وبعد محمد كبرولي تولى ابنه فاضل أحمد ذات المنصب وسار على نهج أبيه، فقامت القوات العثمانية سنة 1663 ميلاديا بهجوم على بلاد المجر وهددت فيينا نفسها بالسقوط. وفي سنة 1672 ميلادي استولى العثمانيون على أوكرانيا وكانت تابعة لملك بولندا. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك انتصر الظهر ببرز على الفرنج في أنطاكيا وتمكن من فرض سيطرته على الدولة المملوكية في مصر بعد مقتل قطز، ثم زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكيا الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة 75 عاما، ففرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون في داخلها في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك المصادف لعام 414 للهجرة اجتمع أهل قرطبة ليختاروا خليفة عليهم بعد أن تخلصوا من حكم وتسلط البربر وزعيمهم القاسم ابن حمود، بعد أن ظلت قرطبة بدون حاكم لمدة 3 أسابيع. واختاروا عبد الرحمن بن هشام الأموي خليفة عليهم وتلقب بالمستظهر بالله، وتولى وزارته بعض القدامى من وزراء بني أمية. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان من سنة 694 للهجرة قتل جلال الدين سلطان دلهي المسلمة في بلاد الهند. هو أول القلجيين الأفغان الذين تولوا عرش دلهي أو دلهي كما كانت تسمى قديما. جلال الدين ينتمي إلى قليش خان أحد أصهار جنكس خان، تولى عرش سلطنة دلهي عام 689 للهجرة. صد خطر المغول عندما هجموا على الهندوستان وأسر منهم كثيرا وأسكنهم في ضواحي دلهي. قام السلطان جلال الدين بمهاجمة إمارة ديوكار الهندوسية وهزم أميريها أرام شندار وشنكار ديوا، وعد بذلك أول سلطان مسلم يدخل إلى بلاد الديكن الهندوسية. قتل جلال الدين في مثل هذا اليوم غدرا على يد ابن أخيه علاء الدين وهو يهنئه بانتصاره الكبير. بعدها أعلن علاء الدين نفسه سلطانا بدلا من عمه جلال الدين فيروز شاه. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك سنة 1363 للهجرة توفي الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة العثمانية في منفاه في باريس عن عمر يناهز 76 عاما، وقد قضى 20 عاما في منفاه بعد إلغاء الخلافة
وطرده من تركيا، ودفن في المدينة المنورة.